سي محدين جبيلي، جاتنا من مدينة القايلة الجزائرية. نعم. قديش عندك ما زرت تونس؟ 2019 ورانا فرحين ياسر كي تحلت تونس، وإن شاء الله تبقى دائما محلولة. تونس بلدنا الثانية والجزائر بلد تونس الثانية، ونحن دائما خاوة خاوة، نحن مع بعضنا دائما في الأفراح وفي الأقراح. إجراءات الدخول معنا في الديوان التونسية قديش استغرقت تقريبا؟ ما استغرقتش يا ربي، واحد الخمس دقائق منطقة سهلة. مرحبوا بينا الحمد لله، فرحوا بينا الحمد لله يا ربي. وجهتك تو؟ وجهتي دركا لالة تبرقة، غدوة الحمامات. اليوم الأساس في تبرقة، غدوة صباح إن شاء الله الحمامات سوسة، ومن بعد ندخلوا قبلي ندخلوا على الصحراء تاعنا نحن ونراهم. سي رابح سويدي جزائري، اليوم تزور تونس عبر معبر ملولة بعد ثلاث سنين تقريبا هكاك، شنو شعورك اليوم؟ شعورنا الحمد لله على كل حال، استقبال يعني لاباس بيه، فرحة تاع الحدود هذه باش ما نتعبوش. على كل حال كنا نروحوا في الطيارة تعب كبير ثاني من ليفو، واليوم الحمد لله بان نشوفوا احبابنا ونشوفوا خدمتنا ونشوفوا كيفاش رانا. على كل حال فرحانين على كل حال بهذا الاستقبال وهذا الشرف وقاعد هاك برك. اجراءات الدخول قديش استغرقت؟ ما حوالي 10 دقائق دخلنا في الجزائر، ما قعدناش 5 دقائق. تونس كيف كيف والحمد لله، ان شاء الله تبقى هكذا دائما ان شاء الله. شنو يخليك ترجع لتونس؟ شنو يخليك معناها فرحان؟ شنو اللي عجبك في تونس؟ والله تونس عجبتنا، عندنا احبابنا في تونس وعندنا فاميليا في تونس، فهمتني، عندنا خدمه في تونس فهمتني، والحمد لله يعني ما لازم نولوا لتونس، حنا جيران واحباب وبلد واحد كمان، والحمد لله على كل حال. سي عبد الرحمن مرحبا بك، انت جيتنا من قالمة من الجزائر الشقيقة، بعد عامين تزور تونس هك ولا لا؟ كيما بدات قلت بسم الله، على الصباح قلت لازم نطل انا الاول، وجيت قبيله وشويه عندي باسبور تاع الطفل ميت، رجعت بها وصلتها وزدت عاود ترجع. جيت وحدك؟ لا اون فامي فامي فامي. شنو اللي عجبك في تونس وخليك تزورها مره اخرى؟ تونس من الاحب كلها، تونس تاعنا، تونس بلدنا ثاني، نحبها بزاف. الوجهه نتاعك وين؟ دركا تبرقه، نبدا من تبرقه ونجي ماشي سوسه، ندور بارتو. قديش باش تبقى بحذانا؟ واحد 15 جور. من العلاقية شابة جزائرية تزور تونس اليوم للمرة الرابعة هكا ولا لا؟ شنو اللي خليك ترجع لتونس؟ عجبتني ياسر تونس، عليها رجعت. هذه المرة الرابعة اللي جيتها. عجبتني الوجهة. الوجهة وين ماشي؟ رايحين تبرقة إن شاء الله، ومن بعد كنشوف وين نروحوا، من وين نشوف وين نروحوا. سمعتك تحكي على القيروان. إيه حابة نروح القيروان إن شاء الله، حابة نزور.